مرحبا، معكم سبيك بالعامية، ومصطلحنا بهذا الفيديو مرتبط مع الفيديو السابق. بالفيديو اللي قبله قلت learn the ropes، عم بتعلم أسرار شيء جديد إلى أن أتمكن. كيف بدي أقول إلى أن أتمكن؟ أتمكن من الشيء أو من شيء جديد عم بتعلمه؟ رح نستخدم عبارة get the hang of something. get the hang of something معناها كون متمكنة من شيء جديد. فمثلا بحالتي انا عم اقوم بعمل جديد وعم بتعلم اسرار الصنعه الى ان اتمكن، فراح اقول I'll keep learning the ropes until I get the hang of it. I'll keep learning the ropes until I get the hang of it. ممكن اطفال صغار بسرعه بيتمكنوا من اشياء جديده، فممكن اقول عنهم Children can easily get the hang of new skills. Children can easily get the hang of new skills. السواقة بدنا وقت لحتى نتمكن منها، ممكن كمان نقول driving feels awkward at the beginning until you get the hang of it. Driving feels awkward at the beginning until you get the hang of it. حاولوا تستخدموا هذا المصطلح بأشياء تعلمتوها إلى أن تمكنتوا منها، وتابعوني بالمصطلحات القادمة.